السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنقدم طريقة البانكيك. معانا مقاديرها بسيطة جدا، هنقول على طول المقادير. معانا 1.5 كوباية دقيق، 1/4 كيس بيكنج باودر، 2 بيضة. هو المفروض انا كنت اعمل بيضة واحدة، لكن انا حاطة مقادير جافة كتير فزودت بيضة معايا. دول 2 بيضتين، معانا كمان 1 كوباية حليب، وانا زودت كمان 0.5 كوباية شوفان عشان ترفع قيمته الغذائية، ومعلقة واحدة بس بقدونس. هنحط كمان عليهم 1 معلقة جبنة بيضة كبيرة و1 معلقة جبنة رومي مبشورة. هنحط رشة ملح صغيرة ورشة فلفل علشان البيض اللي احنا حطيناه، ملح قليل طبعا عشان احنا حاطين جبنة رومي وجبنة بيضة بس كده. هنقلب المكونات دي كويس، هنقلبهم كويس جدا في بعض لغاية ما الخليط كله يمتزج. هقلبهم كويس وارجع لكم تاني. بعد ما قلبنا الخليط كويس ولقيناه سايب معانا بالشكل ده، يعني زي عجينة الكيك بالظبط، هنحط على نار هادية ونمسح الطاسة بزيت خفيف. على فكرة البان كيك ده سريع جدا، يعني ممكن لو الصبح عايزة تعمليه على الفطار على بال ما الشاي يتعمل هتكوني عملتي كل المكونات دي. هنصب وحدات كده على الطاسة، وعلى فكرة هو بيدي كمية كبيرة جدا، يعني ممكن يكفي عشا، ممكن تديه لولادك معاهم في المدرسة، يعني سهل التعامل معاه بدل السندوتشات، ويبقى تغيير وحاجة كويسة يفطروا بينها. أول ما بنحطه على الطاسة بيبدأ يتحمر من تحت ويبدأ يفور زي عجينة الكيكة. أول ما ياخد لون من تحت بنقلبه على الناحية التانية، وبعدين تطلعيه على الطبق على طول. أول ما هتبدأ تتحمر بنقلبها من الناحية التانية وبتاخد شكل تاني، شكل جميل من ناحيتين. هي متاخدش وقت خالص، بتستوي بسرعة. بعد ما تتحمر كمان من الناحية التانية بنقدمها على الطبق، ويا رب ان شاء الله تعجبكم، وأقابلكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب. السلام عليكم.